مشاهدينا الكرام، متابعي قناه شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء وبالضبط من منطقه التشارك. اليوم معايا هذه السيده هذه اللي كتشوفوا فيها، بعد ما الاخت ديالها تهكمت عليها وتكرفست عليها وخذت لها الحق ديال الورث ديال الاب ديالها من سنه 1996. هاد السيده مسكينه بغات تمشي تاخذ الحق ديالها، بغات دير المحامي، ولكن الامكانيات ما عندهاش باش غتمشي دير المحامي وتطلع في المحكمه وتخسر فلوس، لانهم ناس على قد الحال. دابا هي كاريه كوزينه هي والابنه ديالها اللي كيعيشوا فيها وكيخلصوا 8000 ريال في الشهر، يعني ناس على قد الحال ما عندهمش باش انهم غيمشيو يديروا محامي باش انهم غيمشيو ياخذوا الحق ديالهم. عبر قناه شوف تيفي هاد السيده بغات توصل المشكل ديالها باش يقدروا ان الناس يعاونوها ودير واحد النداء للمحسنين والقلوب الرحيمه انهم يتعاونوا معاها. السلام عليكم. السلام عليكم. كي دايره اختي؟ لاباس عليك؟ انا شفتك الميكروفون كلشي مزيان. عاودي لي المشكل مع الاخت ديالك. دابا الدار ديال با، المهم حبستني الدار ديال با، ملي دابا تنجي ملي مات با. هانتي عاودينا المهم، انتي من الاول منين جيتي من اكادير؟ ايه انا جيت من اكادير وتنمشي عندها ديما، تمشي عندها تتحبسني تقول لي راه ما بحال انا ماشي بنت ميلود. هي اللي بنت ميلود بدون ديك الاسماء، المهم انت ما كنذكروش الاسماء. المهم تجي تتحبسني من الدار ديال با، ما تخليش ندخل كاع، ما تقولش ما خلاتني لا ندخل لا والو. فين ما تمشي تنشد كوزينه، فين ما تجي تنشد كوزينه. دابا انا مشرده ومخليه واخا شحال انت. المهم انت خاصنا نوصلوا للمشاهدين المشكل اللي عندك باش نعرفوا كيفاش نعاونوك. بالنسبه لهذا المشكل شحال هو، شحال ديال السنين هو كاين؟ راه مثلا من هذيك التاريخ اللي قالتك بنتي، ما نعرفش انا نقول لك من 1996 من هذاك الوقت. ومن هذيك الوقت وحنا مشردين دابا، فين ما تن علاش ما درتيش محامي؟ ما حاولتيش انك شاف انت باش ندير محامي؟ ما والو، شافني الله ما عندي باش ما ندير محامي لا والو. هاتي تشوفي انا ما نتمنى كل ما والو، مشرد انا بنيتي ولدي وليتها وخليته بلاد الناس، مشرد ما عرفتش هو ميت ولا حي ولا كاين. ولدك كيف قادر؟ خليته مليوح تما، ما ميت ولا حي، شطونا منه بزاف. انا باركه هنا ومشرد انا وبنتي. واخا انت في اكادير شكون عندك؟ ما عندي حتى واحد. وشنو كديري في اكادير؟ ساكنه تما كاريه. انت والبنت ديالك؟ انا وبنتي وولدي. اها ودابا انتوما جيتوا لكازا، علاش جيتوا لكازا؟ جيت على حقي باش ندخل لحقي، بغيت نشدو ما دايره لي، وعاطيه لي المحافظه مع دايره لي الرصيف ديالي، ولكن حبستني اختي ما خلاتنيش ندخل. وبنتها تقول لي الا دخلتي راه غادي نطيح لك شي قدره، ولا بغات تضربني بغات. انا حتى هنا ما خلاتنيش كاع انت تنسكن، كنت نجلس على الجيران ديالي ما نكري ما والو، وتمشي على الجيران تقول لي ما تدخلوهاش. واخا انت اختك عندك معاها شي نزاع قبل هذا المشكل هذا؟ ما عندي حتى شي نزاع معاها والو. واش عمر وقع بيناتكم مثلا شي مشكل اللي خلاكم انكم توصلوا لهذ الدرجه؟ لا عمرني ما وقع شي مشكل معاها. اي على الورد صافي، اي على الورد. نهار اللي مات با صافي تسولات كل شيء. هي مزوجه بوليداتها؟ عندها وليداتها، والراجل ما عندهاش، ما عندهاش راجل. زاد الراجل وخلاها، زاد وخلاها. والمهم سالت تنطلب حقي انا، تقول لي ما كاين والو صافي. ولات داكشي الساعه عطاتو البنت، قالت يا سيري جهدك، تنقول لها عطيني حقي، تقول لي يا سيري جهدك اجري. تا بنتي راه عندها وراق، تا بنتي عندها وراق، وبنتها ما عندها حتى شي وثيقه والو. مش باش ما عندها حتى شي وثيقه، باش نفهموا المشاهد كيفاش ما عندها حتى شي وثيقه. ما عندها بنتها حتى ورقه. دابا امها اللي وريتها، امها اللي وريتها عندها الوراق، هي اللي وريتها خصها دير. اما بنتها ما عندها حتى ورقه، مشات كاع حتى للمحافظه قالوا لي، وقالت لي معطوني المحافظه بنتها، وقالت لها المحافظه قالت لها سيري تتموت امك، ولي خذي المحافظه كيخداوها الوارث. هو هذا الشيء اللي كاين بنتي. دابا راه تنطلب من سيدي. واخا حاليا كيفاش كتعيش امي؟ مكرفسه بنيتي انت. عاودي لنا داك التكرفيس اللي انت عايشاه، واخا انا غنشوفو، لكن باش بحال غتوصلي انت وتوصلي للمشاهدين باش يعرفوا ديك المعاناه ديالك. مكرفسه بزاف بنيتي، ما باقي فين نسكن، ما باقي ما ناكل، ما باقي والو. غدا تغدا دابا كملت الشهر ديالي، ما عنديش تخلص، غادي نستراسي نخرج نقعد ثاني. كتخلصي الكرا في الوقت ولا ما كتخلصيش؟ تنخلص، خلصت لها الشهر في الوقت هاد الشهر، ولكن هاد الشهر غادي نهز راسي مزيان، ما عنديش فين نمشي، ما عنديش باش نخلص هاد الشهر. الكوزينه نتوما اللي كاريين؟ الكوزينه اللي كاريين. انا بغيت نزيد هاد الشهر ولكن ما عنديش باش نخلص، ما قررتش نزيد هاد الشهر حتى هو نبرك هنا، ولكن ما عنديش باش نخلص. الا خرجتي فين غتمشي؟ نمشي ندير تاني نشوف شي بلاصه اخرى فين غنمشي. انا دابا دايما تنماكله من هذاك اليوم، هذاك النهار اللي جيت لقيت هاد المراه راسي هي اللي عتقتني. راه دابا انا غنوريك باش غنتعشى، غنقول لي درهم ديال راسي جايبه باش غنتعشى انا وبنتي. ودرهم تنتعشى وبنتي، انا زعما باش غنتعشى انا بدرهم تاع الراس.
كنتمنى ان النداء ديالك يوصل. كنطلب من الملك هو يشوف هادشي ويسحب وشي، كنطلب هادشي يوصل للملك ويوصل لكلشي، يجيب لي هادشي مع اختي، حيت راه انا بنت بلاد ماشي هي اللي بنت بلاد. ما كنذكروش الاسماء المهم. المهم انا بنت داك المرحوم الله يرحمه، انا بنته الله يرحمه، وماشي هي اللي بنته، ماشي هي اللي كانت ماشي، لكن احنا ماشي ولادو، حتى هي راه ماشي بنته، خصها تخوي ديك الدار. تعطيك الحق ديالك ماشي تخوي الدار، تعطيك حقك نصيب الخير. تقول لك بحال هي ماشي بنت، احنا اللي ولاد هذاك، هي اللي بنت هذاك السيد، احنا ماشي ولاد المغرب الله يرحمه. كنتمنوا ان النداء ديالك يوصل للمشاهدين الكرام متابعي قناه شوف تي في، كنتمنى النداء ديال هذه السيده يوصل بعد ما الاخت ديالها خدات لها الحق ديالها فورت باها. كنتمنوا ان هذا المشكل يوصل للمسؤولين الامن باش يقدروا يوقفوا معاها، ولكن شي بوحسين على الاقل باش يتكفلوا لها بالمحامي باش تقدر انها تاخذ الاجراءات باش تاخذ الحق ديالها من الاخت ديالها. الرقم ديالها انا حطيته في التعليقات، اللي بغى يتواصل معها ويعرف تفاصيل اكثر على الحاله فغيعيط ليها ولا يعيط للبنيته ديالها. مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تي في، وصلنا الى نهايه هذا البث المباشر، ان شاء الله نلتقي معكم في بث مباشر اخر، الى اللقاء.